نافية غير عاملة معترضة. ديروا بالكم على هذه شوية، بيها تفاصيل يعني معقدة. نافية غير عاملة معترضة، شوفوا معترضة بين ست شغلات، هاي وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ديروا بالكم معترضة بين من؟ أول شيء بين الجار والمجرور، بين الناصب والمنصوب، وبين الجازم والمجزوم. دير بالكم هذه مجموعة. بعد بين المبتدأ والخبر، وبين الصفة والموصوف، وبين الحال وصاحب الحال. بين الجار والمجرور مثلا، خلنا نأخذ مثال، من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ. دائما دائما لما أشوف لا مسبوقة بحرف جر وراء اسم مجرور، هذه نافية غير عاملة معترضة بين الجار والمجرور. يعني هسه هنايا بلا عيب، لا جتني بين الباء وعيب اللي هو جار ومجرور، فهذه نافية غير عاملة معترضة بين الجار والمجرور. أكملها زين. بين الناصب والمنصوب، دير بالكم عند هنا فد شغلة، بين الناصب والمنصوب راح ألقى أن لا. ديروا بالكم شلون مكتوبة بالقرآن، شوي انتبهوا. أن لا مكتوبة بالقرآن ألا، شوفوها همزة فوق وشدة فوق اللام. بعد شنو ممكن؟ ممكن تجيني لألا، شوفوا شو مكتوبة لألا. بعد لكي لا هم تجيني. هذن إذا جني معناها هذه بين الناصب والمنصوب معترضة. مثلا مثلا سألتك ألا تسأل الناس حاجة، شوفوا هذه يا ولد ألا، بس أشوفها هيجي وراها فعل مضارع. طبعا الناصب والمنصوب، المنصوب دائما راح يكون فعل مضارع، بس ألقاها هيج وراها فعل مضارع، رأسا أقول عليها نافية غير عاملة معترضة بين من؟ بين الناصب والمنصوب. زين، مثل إيش؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة مثلا، شوفوا لئلا يكون رأسا، بس شفتها هيجي هذه نافية غير عاملة معترضة بين الناصب والمنصوب. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا، هذه لكي لا تأسوا، بس أشوفها هيك هذه نافية غير عاملة معترضة بين الناصب والمنصوب. هذا القسم الثاني من النافية غير عاملة معترضة. القسم الثالث اللي هو بين الجازم والمجزوم، شوفوا عيني عندي إن لا هيك شكلها، إن لا بالقرآن شلون راح أشوفها؟ راح أشوفها إلا، تشبه إلا الاستثنائية، شوفوا شلون شكلها، همزة جوا وإلا هاي. شلون راح أعرفها هي مختصرها هاي؟ إذا جاء وراها فعل مضارع، فعل مضارع شبيه، خلني نأكد، مجزوم، واضح يعني؟ هذه إلا هي نفسها هاي إذا جاء وراها فعل مضارع مجزوم. خلنا نجي ناخذ مثال، إلا تنصروه فقد نصره الله،
طبعا معلومة هي هذه إن يصحولها شرطية. زين هذه إن ليش مو نفسها اللي أخذناها اللي تشبه ما؟ مهنا جت وراها لا وجا وراها فعل مضارع مجزوم، فهذه ما أعتبرها. أضف إلى ذلك أنه شرطية إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا ما نصرته الله راح ينصره، فأكو شرط بالسالفة. هسه هذه إلا تنصروه، تنصروه فعل مضارع مجزوم. خل أجي أفكر، أول شيء تنصروه هو من الأفعال الخمسة، فهنا إذا هو مرفوع لازم شو أقول؟ تنصرونه، النون لازم موجودة، بس هنا انحذفت، فهنا لا شبيهة راح تكون نافية غير عاملة معترضة بين الجازم والمجزوم. الجازم منه هي إن، والمجزوم اللي هو تنصره هو الفعل المضارع. نجي نأخذ القسم الرابع من هذه اللي هي بين المبتدأ والخبر. يعني شلون راح يجي؟ مثلا علي لا كسول ولا كسول ولا خامل مثلا. زين علي هنا مبتدأ، كسول هو الخبر، لكن شو توسط بيناتهم؟ توسط بينهم اللا، إذن هي نافية غير عاملة معترضة بين من؟ بين المبتدأ والخبر. واضح؟ هذه نافية غير عاملة معترضة بين المبتدأ والخبر. خلنا نجي نأخذ بين الصفة والموصوف. قال تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. زين قال إنه يقول إنها بقرة، أنا أجي على لا. زين وراها شنو؟ وراها فارض. خلي أجي أشوف بالله أراجع فارض هذا شنو؟ هذا اسم مرفوع. زين أنا ما أخذت وراها اسم مرفوع بين الأنواع كلها لحد الآن، ما أخذت. هذه ممكن تكون معترضة، خلجي أعرب، الإعراب يفيدني هنا. إنها شنو هذه؟ إن المشبهة بالفعل، تنصب الأول وترفع الثاني. بقرة إذن هي خبر إن. زين بقرة لا فارض ولا بكر، أنا دا أحكي على البقرة، دا أقول هي لا فارض ولا بكر. فارض ولا بكر يعني لا كبيرة ولا صغيرة، فدا أوصف البقرة. إذن هذه الفارض صفة للبقرة، فلا توسطت بين الصفة والموصوف، إذن هي نافية غير عاملة معترضة بين الصفة والموصوف. مثال ثاني، جاء محمد لا مسرعا ولا بطيئا. جاء محمد لا مسرعا ولا بطيئا، شوفوا عيني لا تخربطون بين هذا النوع وبين اللا اللي دخلت على المصدر المنصوب. شوفوا مسرعا شلون راح نميز؟ لا مسرعا اول شيء هذه تتكرر، هذيك ما تكررت. بعدين شويه هنا الملاحظه تفيدني انه ويا الحال، هسه مسرعا حال، جاء محمد شلون جاء؟ مو مسرع، حال. ويا الحال غالبا خلينا نقول يجي فعل لازم بدايه الجمله، دير باكم على هاي. مسرعا حال، اذا اللا نافيه غير عامله معترضه بين الحال وصاحب الحال اللي هو محمد.